انا مش ممكن نهائي اخرج من غير الاسوره. من ساعه ما عرفت المخاطر اللي دراعي ممكن يتعرض لها وانا لازم اخرج بيها، ما بحسش ان انا مطمنه الا لو لبستها وانا خارجه. انا لازم ابقى حريصه على دراعي بعد ما بتتشال منه الغدد الليمفاويه، لان لا قدر الله اي اصابه في الدراع او اي جرح شديد بيعمل بعد كده ورم في الدراع، لا قدر الله ما بيرجعش تاني لطبيعته. هي دي الاسوره، هي معموله من النحاس، مكتوب عليها بالانجليزي او باللغه الانجليزيه ممنوع الحقن، ممنوع اخذ الدم، ممنوع اخذ الضغط. الناحيه الثانيه مكتوب ذراعي خط احمر، نحط فيها فلاشه. الفلاشه دي علشان يتحط فيها كل بيانات المريض الطبيه والشخصيه. كنت في مستشفى، فجايه الممرضه عشان تقيس لي الضغط، فجايه على طول ناحيه ايدي اليمين برضو. فاول ما شافت الاسوره قالت لي انت ما ينفعش تتعاملي من ناحيه ايدك دي، ما ينفعش اقيس لك الضغط هنا، فراحت جت الناحيه الثانيه. رغم ان انا لبسي للاسوره ده كانه اعلان عن مرضي، ولكن انا اولا مش متضايقه خالص ان الناس تعرف عني ان انا مرضت بمرض السرطان وان انا عملت العمليه اللي من النوع ده. وبالتالي مش مجرد ان انا بحمي نفسي، لا انا كمان بعلم الناس انها تاخد بالها من اي واحده مرت بنفس الظرف او عملت نفس العمليه. عايزه اقول ان انا عندي سرطان، وعايزه اقول ان انا انسانه ناجحه بعد السرطان، واني قدرت اني اتخطاه، واني قدرت ان انا اساعد غيري واساعد نفسي.